يكون النبي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياها وشفيعنا يوم الحساب. إذا محبينا متابعينا، كرة القدم الليلة بعزف ملعب الشهداء، كرة القدم الليلة بعزف من تعشق في هذه الأوان الكبير وفي مسابقة وفي البطولة العريقة من الأمجاد. الملعب من الداخل كعلبة كبريت لا يطفو نورها، ولماذا تقولون في عبارات تتدبق؟ ولماذا تقولون كرة القدم في حديث متبلور؟ فوالله لو تتحول الأهرامات من مصر إلى الصين، ولو عاد الكبير إلى رحم أمه، ولو تحول القلب من اليسار إلى اليمين، لا نترك قطعة الجلد المدورة في الساحرة المستديرة. 7000 أمام الشمر، ودعونا نستمع إلى نشيد العراق سوية. الجمال والجمال والصناع والبهاء في ربنا في ربنا، والحياة والرجاء والهناء والرجاء في هوى ضربة مرمى ما بين اللاعبين من قدم، لا تصويبة قوية. الله
شاهد معاي بالصوره والشاشه في راس صبيح الان هنا بيد الاوقات مع الكابتن باسم الذي يحمر التاريخ لا يموت فالتاريخ يحيا من جديد في راس مع باسم يتواجدون لهذه اللقطات الجميله بعدسه فهد الرجالي الحاضر الليله على منصه من اليوتيوب واتى باول ربع ساعه في المباراه فالله يستر من هذه اللقطه وهذه التصويبه ولكن حمودي عبيد من امام الشمري لكن عرضيه وطويله يتواجد 10 على 10 ثم عادت من جديد الى الشمري تصويبه قويه يا الله يا رب اي عربيد اي عربيد يطير الاسمر يطير الاسمر لا يريد الا النهوض في هذه الاوقات الكبيره لاحظ معايا كل كره عالميه وشوف الكرات العالميه الركيه الحضره في مكان ثم عادت الان مع حمود يرمي سلامات وساطره يشير بها حكم اللقاء ويشير الى خطا هنا في هذه الاوقات الجليله وصلت الى ابو النيل ابو النيل بالانطلاق ثلاثه مقابل ثلاثه والكره خذوها ترحيم مع كرار ولكن الركيه الحضره وامام قائدة مدربهم هل يخسرون الليله بمن يفكر المدرب السواتي الاصفراني هل يغني بهذه الاوقات لا تتمتعي وهكذا هي الاوقات يا الكوري الكوري الحاضر الغير هذه وحده من رحيم لا 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 الله وطالت المتعه وطالت السنان الكبير وطالت الاوقات العالميه لابد ان تكون والركنيه الثانيه لفريق السبع تلاف عادت تصويبه قويه ثم رجعت الى الوراء بمكان تؤدي الكره في الكتيبه 30 وبوحده بوحده 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 لا 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 الله بماذا تهدرونها اي فرصه تتحقق واي ذكرى تتحقق يا الهي لماذا كل هذه الفرص التي تضيعها يا 7000 عادت من جديد المباراه والليله ليله الرغبه والليله ليله الحضور المناسب في هذه الاوقات الجميله الان وصلت الى فنون مع رحيم تغيرت الجلاب يا سلام لا 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 شوف العادة شوف التمريرة من رحيم شوف التمريرة من رحيم لا 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 وكرار يسجل وكرار يسجل بلغة البرص الله 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 على دور كبير وعلى نقطة الكبار في إمارة السبع تلاف هنا بهذه الأوقات الجميلة والنابعة أوقات من المدرية القسم على الثاني الكرة الآن في مكان وهذا الكوري مع جبار وتصويبه يا رباه أوه شوف التصويبة من جبار لاحظ معاي العادة شوف التصويبة وقف هي نفسها حتى يسدد يا الله ومن لعربيد ومن لعربيد ومن لعربيد يبعد الأخطار ويبعد كل تكون ليلة الشمري مع 7000 وهنا يلعبون في منطقة 4000 وتحديدا في راس صبيح قام بتشكيل هذه المباراة حتى نكون نحن وإياكم حاضرين لنشاهد ديربي مدينة النهروان في أوقات كبيرة ولامعة في هذا الديربي كرة كاملة في مكان تصويبه بالقدم اليسار ثم عادت من جديد إلى حمودي والسلام مهدي بيرسل الكرة مع رحيم رحيم الكرة الآن كرار يا رب أوه الخشبات الثلاثة تمنع 7000 من هدف ثاني تمنع 7000 من هدف ثاني الله نادي المباراة ومن مباراة 10 على 10 في أوقات الجمال حتى الآن ثم ذهبت إلى جبار
خطر. شنو هذا يا رب؟ اي لقطة جميلة يا مهدي، واي كرة عالمية، واي رقصات جميلة حذرة، واي لمسات جميلة وحذرة. المجال لا يفرح بالذكريات، والاوقات لا تفرح بالذكريات. جميلة ويرخي كل الاوتار. هذه واحدة عن طريق علي صالح، علي صالح جميلة يا سلام، ولكن الكرة تعود مجددا على الطرف الاخر الى وعد الكوري. وهذا الكوري 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 لابد ان يسجل. جبار، تصويبة قوية ولكن طالت وذابت الى الركنية الحذرة. ولت هذه الاوقات راسية تنبد، ما زالت والكرة تعود قوية يا رباه. علي صالح والكرة عادت. يا سلام يا سلام على هذه الانطلاق في هذه الأوقات الكبيرة. Thank you.
الأخطار على اليمين وعلى اليسار في هذا الديربي السايق الجميل. كرة العرضية تنفذ لكن واحدة على اليمين، واحدة وصافرة. البلنتي بلنتي بلنتي، ضربة جزاء أمامها مباشرة كما للآخر من جبار زامة طوال، بس هل قلي شفته بالساحة جبار؟ جبار أنا قلك وانا أنا قلك وانا أنا قلك وانا جيمة باللون أنا جبار قلت بطولة جبار يقول ما نطيه جبار طلعوا من جيبي شو ما بيّن